لمزيد حول أسواق العملات ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. إذا ما نظرنا على زوج اليورو دولار وأعلى مستوى في 9 أشهر، هناك يبدو في الأسبوعين فقط الأخيرين تفاؤل أكبر بأن منطقة اليورو يبدو بأنها ستتفادى الركود الاقتصادي الذي كان يعده الجميع أمرا محسوما خلال هذه السنة. برأيك إلى أي درجة يطلق هذا يد البنك المركزي الأوروبي للتشديد أسرع وأقوى من المتوقع في نسب الفائدة هذا العام؟ حقيقة ناصر، يعني نحن رأينا البيانات الاقتصادية التي صدرت من المنطقة الأوروبية ليست بالسوء الذي كان متوقعا. يعني كان مجموعة من القراءات الاقتصادية التي صدرت من أوروبا، ومعظم هذه القراءات جاءت بقراءات أفضل من التوقعات، سواء كان على صعيد المبيعات التجزئة، سواء كان على صعيد النشاط التجاري إجمالا، وذلك رفع من سقف ثقة المستهلكين إن صح التعبير، وساهم بطريقة غير مباشرة بأنه نشوف رؤية أفضل للاقتصاد الأوروبي. ذلك تزامن مع يعني خطابات واضحة من قبل البنك المركزي الأوروبي أنه يتجه إلى إبقاء سياسة نقدية متشددة ورفعات أسعار فائدة كبيرة. في نفس الوقت على جانب آخر، إذا تحدثت عن زوج اليورو دولار الأمريكي، نحن عم نشوف الفيدرال الأمريكي يتجه إلى رفعات أقل حجما مما كان سابقا، 25 نقطة أساس، ويوجد مجال للمركز الأوروبي لمزيد من الرفعات في الفترة القادمة. ذلك تم تسعيره في السوق حقيقة، أو بدأ يتم تسعيره في السوق حاليا من خلال يورو أعلى ممكن يواصل الارتفاعات حتى مستويات 1.14 على أقل تقدير، إذا ما اقتربنا أكثر من عمليات رفع أكبر من المركزي الأوروبي. الأزمة لم يتم تخطيها بشكل كامل بالمنطقة الأوروبية، ولكن البيانات هي تظهر أنه الوضع ليس بالسوء الذي كان عليه. في نقطة إضافية، أن التضخم بدأ يتجاوب بشكل واضح في المنطقة الأوروبية، وفي نفس الوقت أزمة الطاقة إلى حد ما لم تعد هي عنوان الصفحات بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. يعني كان من المتوقع أن يكون التأثير أكثر سلبية، وحقيقة بعد ما شاهدنا بيانات النمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني وبعض الدول الأخرى في المنطقة الأوروبية، لاحظنا أنه الاقتصاد الأوروبي ليس بالصورة السلبية. حتى الاقتصاد البريطاني على سبيل المثال جاء بأفضل من التوقعات. هذا يعني أن الأزمة كما كان متوقعا ليست بذلك السوء. يبدو بأنه الفدرالي الآن معظم التوقعات 100% تشير بأنه سيرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه المقبل مطلع فبراير. هل تعتقد بأنه هذا أمر محسوم أم أن هناك فرصة للنشهد غير ذلك؟ قراءات ناصر، قراءات الشهر ديسمبر التي ظهرت مؤخرا، سواء كانت النشاط التصنيعي وأيضا عندنا قراءات أخرى لمبيعات التجزئة، كلاهما جاء بقراءات سلبية، أي أن الاقتصاد الأمريكي فعليا بدأ يظهر نوع من التباطؤ. هذا التباطؤ مرده إلى أنه التشديد في السياسة النقدية كان سريعا من قبل الفيدرال الأمريكي، وبدأ يصل إلى المستوى الذي يضر بالاقتصاد وبعجلة النمو الاقتصادي. بالتالي أصبح جلي أنه حتى نتحدث عن ممكن يتم الرفع مرتين أو 3 مرات خلال تعاملات هذا العام، ثم يتم الإيقاف. ويوجد حديث في السوق يتزايد بشكل كبير ناصر أنه مع نهاية تعاملات العام ممكن نتحدث عن تقليص بأسعار الفائدة، لأنه الأثر السلبي ممكن يبدأ يظهر بشكل أكثر وضوحا في الأسواق الأمريكية من خلال بيانات الاقتصاد الجزئي. حتى الآن الأمور ليست بالسوء الكبير، ولكن لما بشوف أن النمو الاقتصاد، النمو المبيعات التجزئة 1.1%، 0.7% الانتاج التصنيعي أقل بكثير من التوقعات حقيقة، هذا ما ولد في الأسواق أنه فعلا الاقتصاد الأمريكي أو الفدرالي الأمريكي وصل إلى قمة الدورة في تشديد السياسة النقدية، واقترب بشكل كبير. أعتقد لن يبتعد كثيرا فوق مستويات 5% حتى نبدأ نرى مزيد من الإشارات السلبية من الاقتصاد الجزئي. العامل الوحيد الإيجابي في الاقتصاد حتى الآن هو سوق العمل، ولكن ذلك لا يكفي. التضخم بدأ يتراجع بشكل واضح، ولكن التضخم بقراءاته الأساسية لا يزال مرتفعا، فهذا يعطينا تأكيد أن الفيدرالي اقترب من نهاية تشديد السياسة النقدية.
شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس الأبحاث في Equity Group مباشرة معنا من دبي. أهلا بك.